حب أبناء المجتمع البحريني من مواطنين ومقيمين منذ التاسع من ديسمبر ولغاية اليوم السابع عشر من الشهر ذاته بتزيين صدورهم بوردة الشهيد وذلك استذكارا وتخليدا لذكرى شهداء الوطن وردة الشهيد التي تشكلها زهرة الرزج وصعفة النخيل تحمل رموزا ودلالات عدة منها السلام الذي دافع عنه شهداؤنا وقدموا أرواحهم فداء له أثناء أداء واجبهم الوطني مزيد من التفاصيل حول وردة الشهيد تستعرضها لنا الزميلة مريم حميد يوم الشهيد هو يوم الخالدين في وجدان الوطن جسدتها الرازجية البيضاء والسعفة النخيل المتجذرة في الأرض البحرينية ولكن ما هو السر في اختيار زهرة الرازجي وسعفه النخيل تحديدا رمزا لهذه الذكرى العزيزه لتمثل ورده الشهيد. الحكايه تكمن وفي البدايه مع زهره الراسجي فتحمل الزهره ملامح تدل على السلام والطهر والوفاء والاخلاص والتضحيه في سبيل الغير بالاضافه الى رائحتها الطيبه، اما سعفه النخيل فترمز للعطاء والنماء والأصالة والارتباط بالأرض وتحدي الصعاب وتخليدا لذكرى شهدائنا المحفوظين في قلب كل بحريني وبحرينيه يتم ارتداء ورده الشهيد في التاسع من شهر ديسمبر ولغايه السابع عشر الذي يصادف يوم الشهيد أي لمده تسعه ايام كرمزا للسلام والحياه الخالده ومحطة يقف عندها الجميع لاستذكار مناقب الشهداء العظيمة. وفي الختام، نسأل الله أن يتقبل شهداءنا الأبرار، وأن يحمي لنا رجال الوطن البواسل